مساء الخير لكل المشاهدين. هل ضاعت القدس منا؟ هل ترامب وحده من أعلنها عاصمة لإسرائيل؟ هل اعتدنا غياب الكرامة؟ هل التهينا بصراعات أضعفتنا وقتلت كل إحساس وطني جامع بداخلنا؟ أليس بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل إعلان بأن كل عاصمة عربية هي عاصمة للكيان نفسه كمان؟ هل نحن منقسمين بين من يوافق ومن يستنكر ومن يصرخ فقط؟ أم حان وقت التخطيط؟ الإسرائيلي بيفوت بيحتل بيلغي تاريخ بيذبح وبيشطب ذاكرة، وكل شخص بيقرر يدافع عن حقه وعن كرامته يتهم بالإرهاب بالمقابل. وبعد كل هيدا الشيء أن يتجرأ ترامب على إعلان عاصمتنا عاصمة لكيان محتل؟ القصة مش قصة ترامب، كل عربي صامت هو ترامب.